السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم الفرض الثاني، المرحلة الثانية من فروض المراقبة المستمرة، المستوى الخامس ابتدائي، الدورة الأولى دائما في مادة النشاط العلمي. إذا كما كتعرفوا بأنه الفروض قربوا ديال المرحلة الثانية، وان شاء الله غادي نبداو نديرو واحد السلسله ديال هاد الفروض اللي غادي يخصو ماده النشاط العلمي وجميع المواد ديال السلك الابتدائي، خصوصا بالنسبه للمستويين الخامس والسادس. اذا مرحبا بكل متتبع جديد على نظام القناه ديالي، ارحب بك وادعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس كي يصلك كل جديد القناه ان شاء الله، ومرحبا بك. اذا نبداو على بركه الله. هنا عندي 4 ديال الانشطه، 3 ديال الانشطه باللغه العربيه ونشاط باللغه الفرنسيه. إذا النشاط الأول عليه 4 ديال النقط: أصنف الممارسات الضارة من الممارسات المفيدة للتربة والبيئة بوضع علامات في. إذا غادي نميز الممارسة الضارة والممارسة المفيدة للتربة، يعني الممارسة اللي كتضر التربة والممارسة اللي كتفيد التربة. هنايا عندي الممارسات، وهنا عندي ممارسة مفيدة ممارسة ضارة. إذا هذا الرأي الجائر، إذا كانت ممارسة مفيدة غادي ندير علامة هنا، وإذا كانت ممارسة ضارة غادي ندير علامة هنا. الرعي الجائر سور باتوراج، اون فرونسي سي سور باتوراج. إذا الرعي الجائر هي ممارسة ضارة، إذا ممارسة ضارة تضر التربة، صافي، لأنه الرعي الجائر كيضر لنا الغطاء النباتي، داك الغطاء النباتي اللي كيساهم في التبات ديال التربة، لأنه واحد التربة بلا غطاء نباتي راه كتكون معرضة للحات ومعرضة لمجموعة من الأخطار. مزيان، الري قطرة قطرة، سيتادير إيريغاسيون باغ غوت أ غوت. الري قطرة قطرة هي ممارسة مفيدة تفيد التربة وتجعلها دائما خصبة وصالحة للزراعة. إنجاز مصدات للرياح، إذا كينجزو داك المصدات للرياح باش التربة تتفادى داك الرياح باش ميوقعش تعرية و ليغوزو و حتى التربة، وبالتالي هي ممارسة مفيدة للتربة، صافي، مفيدة للتربة. رمي النفايات فوق التربة، غوجي دي ديشي سوغ لو سول. إذا رمي النفايات فوق التربة يؤدي إلى تلويث التربة و تصبح هذه التربة غير صالحة للزراعة، وبالتالي هي ممارسة ضارة، ممارسة ضارة، صافي. إذا الرعي الجائر ممارسة ضارة، رمي النفايات فوق التربة ممارسة ضارة، ويبقى لي الري قطرة قطرة، إيريغاسيون باغ غوت أ غوت، وإنجاز مصدات للرياح، بجوج بهم ممارسات مفيدة للتربة والبيئة. مزيان، غادي ندوزو الآن للنشاط الثاني، هو نشاط بسيط جدا، أجيب بصحيح أو خطأ. إذا غادي نجاوب هنايا بصحيح أو خطأ، إما بصحيح إذا كانت العبارة صحيحة غادي ندير صحيح، إذا كانت العبارة خاطئة غادي نكتب خطأ. التربة الرملية هي التربة الأكثر نفاذية للماء. إذا التربة الرملية عبارة عن الرمل، إذا كبينا الماء فيها كتنفذ لينا الماء بزاف. واش صحيح أو لا خطأ؟ نعم صحيح، لأنه خلال الدرس إذا رجعتو للدرس ديال أنواع التربة، التربة الرملية، التربة المختلطة والتربة الطينية، في واحد التجربة ديال نفاذية الماء، يعني أننا من كبينا واحد لتر ديال الماء في هاد مختلف التربات، تبين بأنه التربة الرملية كتنفذ 0.9 من لتر، يعني فقط بقى فيها 0.1، وبالتالي هي الأكثر نفاذية للماء. مزيان، إذا هذه صحيحة. توجد في التربة كائنات حية لها نفس القد. إذا التربة واش كيتواجد فيها فقط حيوانات صغيرة مثلا أو حيوانات دقيقة؟ لا. إذا هنا خطأ، علاش؟ لأنه كاين حيوانات صغيرة، كاين حيوانات دقيقة، وكاين حيوانات دقيقة جدا، وبالتالي القد مختلف، صافي، ما عندهمش نفس القد، لأن قد مختلف. العبارة الثالثة: تفضل حيوانات التربة الظلام والرطوبة. إذا الحيوانات ديال التربة كيفضلوا الظلام والرطوبة، سيتادير il préfère l'obscurité et l'humidité. واش صحيح ولا خطأ؟ نعم، إذا كاينه حتى هي في الدرس، غادي تمشي وغتلقاوها، وبالتالي هنايا عبارة صحيح. إذا صحيح. الرعي الجائر عامل بشري يدمر التربة، حنا شفناها في الجدول الفوقاني. الرعي الجائر سور باتوراج هي ممارسة ضارة للتربة والبيئة، وبالتالي الرعي الجائر عامل بشري. نعم هو عامل بشري، لأن البشر هو اللي كيدي المعز ديالو ولا كيدي الأغنام ديالو لديك البلاصة
باش كيدمر داك الغطاء النباتي، وبالتالي تتدمر التربة، لأنه بدون غطاء نباتي قلت لكم بأنه التربة غادي يوقع لها التعرية ولا غادي يوقع لها الحد سبيا. إذن هنا عبارة خاطئة، أولا التي الرعي الجائر، نعم صحيح صحيح صافي، عبارة صحيحة. وبالتالي أن التربة الرملية هي الأكثر نفاذية للماء، صحيح. توجد في التربة كائنات حية لها نفس القد، خطأ. تفضل حيوانات التربة الظلام والرطوبة، صحيح. الرعي الجائر عامل بشري يدمر التربة، صحيح. ندوز الآن لاكتيفيتي 3 كي اون فرونسي. لي فير دو تير يعني ديدان الأرض، اون دي رول دون لو سول، عندهم دور في التربة. كوش دو ريبونس جوست، غادي ندير علامة على جوج ديال الأجوبة صحيح. إذا هنا ملي كنهضرو على لي رول صديق الأدوار، الأدوار يعني شحال عندهم ديال الأدوار، عندهم جوج ديال الأدوار، دو رول فاين في التربة. دونك لايغاسيون دو سول تادير تهوية التربة، تهوية التربة. هنايا مونج لي بوتي زانيمو دو سول، تادير أكل الكائنات أو الحيوانات الصغيرة، الكائنات الصغيرة الصغيرة للتربة. وهنايا لا فيرتيليزاسيون دو سول تادير إغناء التربة، إغناء التربة وجعلها خصبة، صافي سابين. وبالتالي شنو هما الأدوار اللي كتلعبهم لي فيغ دو تيغ؟ دونك الأدوار عندنا جوج، هما تهوية التربة ولا فيرتيليزاسيون دو سول، لا فيرتيليزاسيون دو سول، صافي. دونك هادو هما الأدوار ديال لي فيغ دو تيغ. دونك لي فيغ دو تيغ اون دي رول دون لو سول سون لايغاسيون دو سول et la fertilisation du sol. C'est bien. Nous avons le nashat الرابع هو النشاط الأخير. أكمل الفراغات بما يناسب. هذه الفراغات هادو نكملوهم بهذه الكلمات هادو. نباتية، الماء، التربة، الثروة الحيوانية. عندي أربعة ديال الفراغات وأربعة ديال الكلمات غادي نكملو بهم. توفر التربة، ماذا توفر التربة للنباتات؟ إذا حنا كنعرفو بأن التربة كتوفر لهم بعض الحوايج، لأنه إلا ما وفرتش لذاك النباتات داك الحويجات ما غيمكنش لهاد النباتات انهم يعطيونا منتوجات اللي هي كبيره. وبالتالي توفر التربه ماذا؟ الماء، الماء هاي الماء والاملاح المعدنيه للنباتات التي تعطي منتوجات. هاد المنتوجات كيفاش كتكون؟ كتكون نباتيه، لانه علاش؟ لانه التربه كينبت منها غير النبات، صافي. ما عندناش شي حيوان كنغرسه وكينبت، وبالتالي التربة كتعطينا فقط المنتوجات النباتية، المنتوجات النباتية التي تستهلكها الحيوانات. وكلما كانت إذا ذاك الحيوانات تستهلك حيوانات، يعني الثروة الحيوانية، الأبقار والماعز والغنم إلى غير ذلك، تستهلك تلك المنتوجات النباتية، مشات لنا النباتية. كلما كانت التربة خصبة، إذا كانت التربة خصبة وبالتالي داك المنتوجات النباتية غادي تكون عندنا بكثرة، يعني كلما ازداد انتاج الثروة النباتية وازدياد انتاج الثروة الحيوانية، صافي الثروة الحيوانية. اذا هنايا الامر واضح، اذا كان عندي ماء واملاح معدنية في التربة، وبالتالي غادي يكون عندي منتوجات نباتية كثيرة اللي غتستهلكها داك الحيوانات. اذا هادشي كيبين بانه اذا كانت التربه خصبه، انت تربه خصبه يعني ماذا؟ يعني اننا ارتفاع في الثروه النباتيه، ياك هادشي كيعني اننا غادي يكون عندنا ارتفاع في الثروه الحيواني، صافي. حظا موفقا للجميع. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص الفرد الثاني، المرحله الثانيه، ماده النشاط العلمي، الدوره الاولى. كنتمنى انكم الموسم الدراسي 2021 2022، كنتمنى انكم تدعموا قناه تربويه مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس، لان القناه في امس الحاجه اليكم والدعم ديالكم باش تزيد لقدام ان شاء الله، ونزيد ندير ان شاء الله مجموعه من الفروض والدروس الخاصه بالمستويات الابتدائية إن شاء الله. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.